مساء الخير واهلا بحضراتكم من جديد. النهارده صباحا واحنا نشرنا خبر وفاه الفنان عزت العلالي، طبعا ربنا يرحمه، وبنعزي الوطن العربي وبنعزي الوسط الفني في وفاه هذا الفنان القدير، وبنعزي طبعا اسرته. الحقيقه انه لما بيتوفى حد من النماذج المحترمه في مجالات مختلفه ومتفرده، بنحب دايما ان احنا نذكرهم بالخير، بنحب ان احنا نستضيف الدايره المقربه منه او الدايره اللي بتحبه، وكان بيجمعها مواقف معاه عشان نحكي فيها ونعيد ذكراه كده زي ما بنقول. والحقيقه انه عزت العلايلي نفتكر له حاجات كتير، الطريق الى ايلات، اسكندريه ليه، بوابه المتولي، توت والنبوت، تفاصيل كتير. ايضا عزت العلايلي تقدر تميز حتى صوته كويس جدا، عشان كده نفتكر له كتير من الاعمال الاذاعيه المميزه، لانه صوته مميز ومتفرد جدا. الحقيقه مش هينوفي الكلام ولا هيخلص في الحديث عنه، لكن اللي هيشاركني الحديث اكتر الفنانه مادلين طبر. هي عندها مواقف كتير، والحقيقه صور لاول مره في حوزتها عرضتها علينا في تلفزيون اليوم السابع، هنعرضها وهنحكي كمان قصص الصور دي ايه. مساء الخير مدام مادلين الاول، ازي حضرتك؟ البقاء لله، بعزي مصر، بعزي دكتور محمود، بعزي النقابه وكل حد حب الاستاذ عزت، لانه ما حدش ممكن يقابله ما يحبوش، كان له كتير من الاحترام. لما انا عيته كتبت عن صفات للاسف ما عادتش موجوده في الجيل ده، انك تكلميه فيرد عليكي، ويرد عليكي بادب بتواضع وبكثير بكثير من الفهم لاي حاله انت تطلبيها، يعني هو مستمع جيد ليكي. دي صفات للاسف نجوم الزمن الحالي حتى ما بيردوش، يعني تقيمي إذا بيردوا بأدب ولا بتواضع. فالله يرحمه، كان كبير بكل معنى الكلمة. أبرز المواقف أو أهم حاجة تفتكريها لعزت العلايلي، أنت كمان اشتغلتي معاه في طريق إلى إيلات، فكان إزاي كواليس الشغل؟ هي أنا لقائي بيه قبل طريق إلى إيلات بكتير بكتير قوي. أنا في الثمانينات، يعني في آخر الثمانينات، أرسل بطلبي عشان أخد أستلم جايزة عن أحسن ممثلة في فيلم كفرون في آخر دورة لمهرجان موسكو العالمي. كان لسه الاتحاد السوفيتي، ده الكلام في الثمانينات، يعني 89 88، ما عدتش فاكرة. فالمهم أخذت والدي وقعدنا عشان أجهز لحبيبي الله يرحمه الصورة اللي أنتوا تعرضوها لي أنا وأستاذ عيسى. بس سنهوري عرض الصورة اللي حضرتك تتكلمي عليها عشان الناس تشوفها. والنجمة أميتاب باتلان، ده والدي لف معايا منطقة اسمها الكسليك عشان نشتري أغلى فستان علشان استعداداتي، ووصلنا موسكو طبعا، لكن في ما كانش في بامبلتس ولا أي حاجة تقول لك مين ضيوف المهرجان. المهم لما أخذت الجايزة أنا لابسة الفستان اللي اشتراه لي والدي، جميلة ونازلة لقيت نجمين كبار بيتحركوا عشان يهنوني، أنا صغيرة الفطانة بجايزتي. مين الاثنين النجوم الكبار؟ أستاذ عزت العلايلي والنجم العالمي أميتاب باتشان. والصورة دي التقطتها عدسة مرافقة كانت معايا صغيرة، كان اسمها ناتاليا كوزنيتزوفا، من 40 سنة وهي ما زالت صديقتي. فبعتت لي الصورة ونشرتها على الفيسبوك، وشوفي عيني وانا ببص على الاستاذ عز. صحيح، انا كنت لسه هسألك، انت ساعتها مادلين طبر اللي هي لسه صغيرة ولسه بتبدأ، كانت بتبص ازاي لفنان كبير زي عزة العلايلي؟ كانت بتشوفه ازاي؟ طبعا انا كنت وقتها نجمة اعلام، يعني كنت مذيعة. كنت مذيعة، عارفة ازاي؟ كنت عاملة 3 افلام بس، يعني خلال السنتين اللي انا انطلقت شهرتي، وبعدين رابع فيلم كان الفيلم مع النجم الكبير دريد لحام. فلما شفت ان استاذ عزت جاي، اميتاب باتشان بيبتسم لي والكاميرا وكل الكاميرات العالميه بتقول لنا هنا هنا بصوا، انا مش عايزه ابص الا على وشه. الله يرحمه حبيبي استاذ عزت العلايلي. الصوره دي مدام مادلين احنا عرضتيها قبل كده ولا اول مره تعرض؟ لا، هي اتعرضت اعتقد انه ناتاليا كوزنيتزوفا نزلتها على معرفة السوشيال ميديا روسية، وانتشرت الصورة بشكل غريب، وناس كتبت عليها نجوم الفن الجميل وكلام جميل كده يعني. لكن ساعتها كنت بتشوفيه النموذج. طبعا طبعا طبعا.
الأستاذ كان ما عدتش فاكرة كان رايح بفيلم إيه، بس أعتقد فيلم ليوسف شاهين يعني يوميها بس المشاركة في مهرجان موسكو، لكن ده كان اللقاء الأول وما كانش الأخير، لأني ربنا حبني جدا إني رجعت مصر من بعد الفيلم ده على طول. أنا في 90 كنت في مصر وكانت ترقي لإيلات، وبرضك مرة تانية بحماية وحضن وقيادة، احنا كنا مسمينه القائد، كنا مسمين نبيل حلفاوي ربنا يديله الصحة ووجه له تحية القبطان، وكلنا نيجي ننزلهم التحية، احنا كنا مسمينا العيال يعني أستاذ عزة ونبيل يكلموا بعض العيال فين العيال الجم. احنا كنا حاسين نفسنا فعلا بعملية، وده القائد الزعيم بتاعنا اللي بيحمينا وبياخد باله مننا. صحيح، أنا كنت بتكلم في بداية الكلام عن شخصية عزة العلايلي، متفرد في أدائه، متفرد في سلوكه، في أخلاقه، متفرد في صوته وفي كل شيء، القائد زي ما كنت بتقولي بتطلقه عليه. إيه أهم النصائح اللي كان بيقولها لك كأستاذ للتلمسك؟ عن العيال كانت عشان أكون خير وصادقة، كانت مقسومة بين الاثنين، بين نبيل حلفاوي حبيبي ربنا يديله الصحة، وبين أستاذ عزت. لكن أستاذ عزت كان واخد طابع الجدية، كنا نخاف منه إذا تأخرنا ولا إذا يعني أنا بتكلم على الهواء. شوفي بقى جاني دلوقتي أوردر، معلش فحضرتك قد إيه اللقاء بس عشان أوردر أكل وكده؟ أدخل الأوردر ولا ما دخلش؟ هو احنا دلوقتي على الهوا المفروض خلاص على الهوا، بلاش اكل، بلاش اكل ضعيف. لا داعي للاكل، هنختم كمان يعني مش هنطول عليك، لكن خمس دقايق بس كده اقل يخليك معلش اكتر شويه. اوكي قولي يا حبيبتي. كنا بنتكلم على فكره النصائح. انا في اوتيل كنت فاكره نفسي اني جايه اعمل استجمام في الغردقة وارتاح واكل واتفاجئت بخبر الوفاة، جاني خبرين النهارده يوم حزين بامتياز، موت كبير منتجي الاردن اللي قامت الحركة الثقافية الفنية على يد عدنان عواملة، واعتقد انه وفاته في لندن لانه ابنه طلال عواملة منتصل بيه على الاردن ما فيش حد، فأعتقد إنه توفى في الأردن في لندن. الله يرحمه. فالاثنين أصدقاء عزاز على قلبي، حتى إني مذبوحة لو في طيارة دلوقتي في اللحظة دي، يعني لسه لغاية دلوقتي تصوري إني مش واكلة من فترة، قادرة آكل صحيت قعدتي عملت رياضة وقعدت أشوف عندي إيه رسائل، حد بيعزيني بالأستاذ عزت، حد بيعزيني بالأستاذ عدنان، ولقيت نفسي بعيط وماليش نفس على الأكل ولا على أي حاجة، وأهو أهو الخبر طلع حقيقي. في الأول قعدت أكذب نفسي أنا لسه مكلمان ما بقليش كتير، يعني كنت على تواصل معاه دايما. أنا بوده، أنا للأسف أنا ونبيل حلفاوي منقطع العلاقة يعني من غير سبب، يعني ما عدناش كلمنا بعض مع أني بعشقه، إنما مع القائد لا على طول، وخاصة في وقت أكتوبر، فبقول لي أكتوبر. هو بيقول لي مادلين وبيلفظ اسمي حلو، بيقول لي يا مادلين أستاذ عزت أنت ربطاني بإيلات، هو أنت ما بتكلمينيش غير من أكتوبر وينفع الكلام ده؟ لا يا بنتي لازم أشوفك وكده. أمتى آخر مرة تواصلتم يعني مع مادلين؟ زمن قاسي جدا علينا، يخلينا نخسر ناس حلوة زي. صحيح، خليني أسألك أمتى آخر مرة تواصلتي أو سمعتي صوت عزة العلايلي؟ آخر مرة الحقيقة كان عندي حلقة مميزة في برنامجي حلوة يا دنيا، كان أكتوبر يعني 2021، فكلمته وحييته وقلت له يا فندم أنا السنة دي هعفيك من التليفون اللي هو يعتبر يعني زي ما تقولي كده واجب، المرة دي أنا هجيب الأبطال، بس حبيت برضك أقول لك كل سنة وأنت طيب، وبفكر أطلع عمر عز الدين ونبيل القادة الحقيقيين اللي كانوا معانا في الرحلة، هم من أبطال العملية يعني. لما نقول يا سلام فكرة عبقرية، الله حلوة قوي، وأسعدوني بأنه كمان جابولي معاهم ضيف ثالث كان اللي عمل عملية الحفار،
فشاف الحلقة حبها جدا وحياني وقال لي انتي مذيعة يعني مش لازم تسيبي شغلانه التقديم دي ابدا لانك مذيعه متمكنه، ويعني هناني بالكلام اللطيف. انت عارفه قد ايه هو راجل جنتي مؤدب ديسنت محترم، الكلام لطيف، الصوت الحلو المختلف اللي انت اتكلمتي عنه. مش كل الناس عندهم فيه المواهب مجتمعه. يعني محمود ياسين الله يرحمه ما كان عنده هذه الميزه، صوت مميز قوي طبعا لان يكون في كل المناسبات طبعا، وتميزيه كويس جدا يعني ما تتلخبطيش فيه، ما تتلخبطيش في صوته، يستحيل. وبرضك دي 640 كده تحت، خدي الحمد لله. يعني انا كان ليا حتى انا افتح لك، هات لي واحد بس، انا باخد الحاجات مني احنا تحطهم اذا سمحت. اشتغل اذاعه فانعم بصحبه الاستاذ محمود ياسين والاستاذ عزة العلايلي باصواتهم واتعلم. اشتغل سينما فربنا يكرمني مع نجوم كبار، لانه النجوم دي لا تتكرر، دول اساطير. انا فاكره تماما رغم انه يعني الذاكره من 40 سنه يعني في طريق الايلات في عفوا في مهرجان موسكو فيلم كفرون، قال لي كان هو موجود هو اعتقد سعد الدين وهبه اعتقد. قال لي يا بنوته انت بتعملي ايه في بيروت وكده؟ قلت له انا لبنانيه فانا يعني قاعده في لبنان وانا هناك نجمه كبيره وعندي برامجي وعندي افلام. قال لي لا فيك الكلام ده كله تيجي مصر. قلت له والله انا استضفت في برنامجي استاذ نور الشريف وبرضك الله يرحمه، وبرضك قال لي انت بتعملي هنا ايه، ما تيجي عندنا مصر. يا ريتني سمعت كلامهم من وقتها، ده الكلام يعني كان زود تاريخي في مصر 15 سنه، لاني قعدت 15 سنه تقريبا من حياتي المهنيه الحقيقيه استمتع بالحضن وباللفه بتاعه النجوم. كلبه صغيره بس حط لها قطط. تجري ورايا، انا مبسوطه في الغردقه عشان عندي الحس بتاع الرحمه للكلاب والقطط الغلابه اللي في الشوارع. عندنا في القاهره لقينا قلبنا قاسي جدا، ظالمين جدا مخلوقات ربنا الجميله دي. انا بسمعك كويس، حضرتك بتسمعيني؟ انا قاعده في منتجع في الغردقه. اجمل ما فيه الهدوء زي ما انت شايفه، لكن برضك الحيوانات الصغيره الغلبانه هنا الناس بتحترم شويه، يعني بتحترم الحيوانات، يعني محدش بيضرب حد بيضرب يعني بيدوهم اكل الاجانب، في اجانب لسه شويه عندنا في مصر. لا بس ده سلوك موجود بس مش سلوك عام. هذه القسوة ضد هذه القسوة، حرام عليك. مفيش كلام، مفيش شك. كلام حضرتك سليم. اخش من البلكونة عشان لو فضلت واقفة بره هفضل ابص من اليمين عليهم. انا مش عايزة برضو اطول عليكي، انا عارفة يمكن لاني حزينة ومش عايزة اكل وكده اهو، يمكن بعزي نفسي بطبطب على نفسي زي ما بيقولوا كده. احنا بنعزي الوطن العربي وبنعزي الوسط الفني، بنعزي كل محبين مع الدنيا مش مستحمله صحيح القلوب. انا فاكره موقف مش ممكن انساه للاستاذ عزة، اتفضلي. مش ممكن انساه كانه امبارح. كنا في طريق لإيلات، مجموعه من اسمنا العيال، يعني عيال المحترمه الهاديه الرصينه اللي تنام بدري وكده، والمجموعة الثانية الشقية. من العيال اللي كانت هادية أنا وعبد الله محمود وناصر سيف ومحمد عبد الجواد، والشقية كان المجموعة المتبقية كلها. ففي يوم المجموعة الشقية قرروا إنه إيه يعني يبوظوا المجموعة الهادية، فجم عليا يا ماضو لازم تنزلي معانا
كانوا مجموعة جميلة، محمد سعد وعلاء مرسي وطارق طارق حبيبي كان هو زعيم العصابة يعني الأسئية. ومجموعة كده يا مادو لازم تنزلي معنا، لازم نفسك على شرم الشيخ. احنا كنا بنصور في رسم سراني رسم محمد في طابة يعني. فالمهم نزلنا على شرم ورحنا رقصنا وغيصنا وجينا متأخرين مثلا راجعين الساعة أول 2-3. احنا التصوير بتاعنا كل يوم والتمارين الصباحية عندنا القبطان اللي كان معانا اللي كان يمرننا كان اسمه قبطان شريف، لسه حافظة كل الأسماء، فكان يدربنا بدري لياقة بدنية. رح لنا عملية يعني كان الساعة 5 الصبح جايين حضراتنا الساعة 2. على الباب ومستنينا مين؟ طبعا القبطان يعني نبيل حلفاوي. طبعا ما هزقش حد غيري، هزقني لي انا اكي العقله اكي الرصينه نزله. فانا اقول له خط يا استاذ نبيل ما تقولش الاستاذ عزت، خايفه من استاذ عزت لانه هو القائد يعني، هو ما كانش يستنانا بالليل لكن عارفه انه في حساب عسير. لكن الصبح بياخد خبر بكل ما تم بالليل يعني. ما تم بيعرف. بالليل انه يعني اللي جمعني في احساسي انه الاب القائد القدوه لما كلمه بيقول لي ايه يا بنت عامله ايه بنت يا مدلين. يعني عارفه الاحساس ده، حسيت انه في حد كبير حبيبك وبيخاف عليك وبيخاف على صحتك وعلى نجوميتك. لما عملت البرنامج بتاع حلوة يا دنيا كلمته فقلت له انه انا رجعت تاني اقدم وكده، فضحك قال لي يا لفت الدنيا ورجعتي تقدم البرامج يعني، لانه هو عارف اني انا يعني كنت من اكثر المذيعات. فقلت له والله وحشتني المذيعه اللي جوايا وكده. قال لي تمام. قلت له انا عايزك تطلع معايا مداخله وتطلع معايا مداخله زوم. قال لي لا زوم سيبك من الزوم والحاجات دي، بس اطلع معاكي تحطي لي الصور انا مش مستعد. وطلع معايا حبيبي في حلوه يا دنيا برنامج دي كانت اخر حاجه جمعتك دي. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن عليه ويسامحه. واحنا يعني الحقيقه سعاده جدا باللحظات والمواقف الحلوه اللي حاولتي تفتكريها لعزة العلايلي وشاركتيها معانا في تلفزيون اليوم السابع. احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبنعزيه مره اخرى، بنعزي عزة العلايلي وبنعزي اسرته وكل الوسط الفني. شكرا لك مدام. عزاء جديد والله من قلبي، بس ما حبيتش افتكر له لحظات حزن لحظات خوف، حبيت افتكر له لحظات ابتسامه ومحبه، لانه جمعتنا يعني سنتين احنا اشتغلنا في ترقي لإيلات. فطبعا لحظات الاجتماع بالاستاذ عزة كانت كثيره، وايام متنا طوارة شويه في الاردن شويه في مصر شويه في، وكانت كلها لحظات فيها مسؤولية فيها قيادة فيها إحساس بأنه هو الأب، ومحظوظة بذكرياتك معاه وذكرياتك مع أي حد من النماذج اللي بنتفرج عليهم على الشاشة. ويمكن كانش لنا الفرصة إن احنا نقابلهم، بس أنت عندك كانت عندك فرصة حلوة وذكريات حلوة بتحتفظي بيها، ويمكن ده اللي بيسيبه دايما أي حد طيب احنا عشرناه. مجرد ما بيتوفى بيفضل دايما الذكرى الطيبة، زي ما احنا كده بندردش وبنتكلم على فنان. صحيح. عزي مصر كلها بمحبي الأستاذ عزة في الوطن العربي، وأتمنى أنه محمود يعني يعمل عزة، لأنه عشان نلحق ننزل نرتب نفسنا للحدث، ما يبقى زي ما بقوا يعملوا أنه ياخذوا العزة في الجنازة اللي هي أعتقد دلوقتي الجنازة بعد المغرب تمت. في الجنازة الناس ما بتلحق تعرف، لغاية ما الناس تعرف تكون خلاص يعني تمت صلاة. فيا رب انه ما يكتفيش ويقول انه عشان كورونا، دايما في العزاء ممكن نحافظ على الابتعاد عشان الكورونا، انما في التجمعات بتاعه الجنازه بيبقى صعب. فيعني ما يقولش انه خلاص اخذنا يعني العزاء، ويعمل لنا عزاء على الاقل كواجب نكون جنبه. بعزي هو، واعتقد انه عنده اخت كمان اسره الاستاذ عزت كلها، ونقابة الفنانين دكتور أشرف زكي وكل زملائي، وبعزي نفسي وبعزي مجموعة إيلات أصحابي كلهم اللي حيكونوا متألمين زيي. حاولي تكلمي وتطمني على الأستاذ نبيل حلفاوي إذا سمحتي. حاضر حاضر، هنحاول ده نعمل ده بإذن الله. عملي معروف، يا ريت تبعتي لي نمرته لأني أحب أكلمه. مش أكلمه دلوقتي أعزيه لأنه مش عايزة أفتح يعني جرح، لكن بكلمه جدا
خصوصا بعد عينيا ما خسرت عينيا، استاذ عزت. هوصل طلب حضرتك ده ونتواصل معاكي على طول ان شاء الله بعد ما اخلص الهوا ده مع حضرتك. عينيا. هو قال لي بهاء اذا طلع في حاضر. قرار في العزاء كمان يبقى بلغوني، وكده كده انا خلاص نازله القاهره بكره، يعني انتهى على الموضوع تواصل عندي معاكي اكيد بالطلبين اللي اتكلمنا فيهم. ان شاء الله. اليوم السابع دايما بقول، ويعني انا كاعلاميه وست عندي دراستي اعلام قبل ما اكون ممثله، بقول كلام ما تقول انه مسخره، لانكم صادقين، لانكم سايت الحقيقه رقم واحد في الوطن العربي، ورقم اعتقد رقم ثلاثه في العالم او سبعه، متاكده من الرقم، بس انه موجودين في لسته اهم سايتات في العالم. الحمد فاذكركم لله. دايما سابقين، واسعدتوني انه خليتوني استرجع البوم ذكريات النجم الكبير العالمي عزت العلايلي. شكرا لحضرتك، شكرا للمجاملة ولكلامك الذوق، وشكرا لوجودك معانا مدام مدام. اتفضلي يا شكرا. فندم، اتفضلي. بالتالي شكرا موصول لمتابعة حضراتكم. كنا معاكم في دردشة عن الراحل عزت العلايلي واهم الذكريات اللي كانت مع الدايره المحيطه بيه او الناس اللي اشتغل معاهم، ومنهم مدام مادلين طابر. شكرا للمتابعه والى اللقاء.